نايري ماركريان، مؤسسة ورئيسة جمعية الأمراض الأردنية للروماتيزم. كيف حالك مايري؟ منيحة، كيفك أمورك انت؟ تمام؟ منيحة. تعرفوها لمايري، صرتوا شايفينها عنا أكثر من مرة في أكثر نايري من ديالة مش مايري. نايري. نايري بدي أسألك، نحن اليوم بدنا نحكي نتخصص بحكينا عن هذا المرض بس للأطفال من عمر سنة ل 18 سنة، يعني هذا المرض بصيب أطفال عمرهم سنة؟ بالضبط. هلا احنا اللي عم نعمل مع تلفزيون رؤيا رح نعمل حمله لهذا الشهر حتى نعمل توعيه عن مرض اسمه التهاب المفاصل الرثياني عند الاطفال، او الدارج عندنا بالاردن ناس كثير بيحكوا روماتايد، اللي هو مش روماتايد، اسمها جوفينايل ايتيوباديك ارثرايتس. بتيجي للطفل من سن سنه ل 18 سنه. هلا هذا المرض بصراحه صعب انه احنا يعني نعمل بريفنشن عليها، لانه هي مرض ناتج عن خلل بجهاز المناعة، أو هي دارجة تحت أمراض جهاز المناعة، لكن ممكن نحد من المرض. هلا أصعب إشي ديالة لما الطفل يكون مريض بالبيت، لأنه خصوصا إذا نحكي بمراحل الأولى سنة، يعني عمره سنة أو سنتين، صعب إنه يجي يحكي للماما شو اللي أنا بوجعني. فعشان هيك احنا عملنا الفلاير، واذا تتذكري كنا مع هارلي ديفيدسون عملنا هذا الفلاير اللي هو بيحكي السبع اعراض اذا الطفل عانى منه الاهل لازم ياخذوه عند دكتور التهابات المفاصل، اللي هو اول اشي لما يحسوا انه في احمرار حوالين المفصل، اذا في تورم على المفصل نفسه، اذا في محدوديه بالحركه. طبعا هاي نتيجة المحدودية بالحركة بتعطي ألم بالعضلات والأوتار، إذا حسوا أنه في إرهاق عام للطفل، وإذا حسوا أنه في ارتفاع درجة حرارة. إذا هاي الأعراض تتواجد بالطفل لمدة أسبوعين، مش ضروري تكون وراء بعض، تكون متقطعة على interval period، لازم الأم تاخذ الطفل تودي عند أهم شيء دكتور أمراض مفاصل الروماتيزمية. الخطر الدارج عندنا أنه أول ما الطفل يتوجع عنده مفاصله بدخري بودوه عند دكتور عظام. دكتور العظام ما له دخل بأمراض الروماتيزم، أمراض الروماتيزم هو اللي بيعرف يعالج الطفل بهذا المرض. طبعا ما في إشي أنه نعمل وقاية، أو أنه مثلا كتير ناس أنا بتصلوا لي تلفون على الجمعية بقول له بدنا حبة أنه نشفى، هاي مش حبة، مش رشحة ولا برد أنا مخديتها أخذ لي حبة وإبرة بدي هو أنشفي. هو إيش هو المرض الالتهاب المفاصل الرثياني؟ هو ببلش، أحكي لك كيف ديالة، ببلش مشكلة بجهاز المناعة. طبعا أنا مش رح أحكي كتير عني، لأنه الحلقة الجاي رح نستضيف دكتور من الخدمات الطبية الملكية رح يحكي عن المرض. هو بيعمل محدودية بالمفاصل، ديفورميتي، عدم القدرة الحركة. طبعا بس مش للمفصل، بسكر المفصل كمان، بتعطي مشاكل بالرئة، بالقلب، بالعيون. بالعيون ممكن تؤدي للعمى. فعشان هيك احنا رح نعمل مع تلفزيون رؤيا كل يوم احد واربعة رح نستضيف دكتور مختص، يعني رح نجيب دكتور روماتولوجيست، رح نجيب دكتور عيون، رح نجيب دكتور معالج فيزيائي، رح نجيب دكتور معالج وظيفي. يعني معالج فيزيائي ووظيفي لما نحكي بمجتمعنا ريزز فلاج انه شو هذا الدكتور، ما بهمنا احنا، بهمنا بس دكتور يعالج ابننا. لا، الدكتور الفيزيائي والمعالج الوظيفي لهم كمان ضروريتهم حتى الطفل يقدر يمارس حياته المجتمع بالمدرسة بطريقة طبيعية. وسادس آخر حلقة رح نستضيف دكتورة أخصائية علم نفس رح تحكي إيش المعاناة الاجتماعي الطفل بيعاني، حتى الأسرة، مش بس الطفل، الأسرة بيعاني من هذا المرض. في له أسباب هذا المرض ولا هو بيجي هيك بس من الجهاز المناعة؟ من جهاز المناعة. هلا في ناس سكولرز قالوا إنه هو نتيجة وراثة أو بيئة أو أو أو، لكن لحد هلا ما في إشي يقين إنه يحكي هو هذا السبب، لكن هو معروف انه هو يعني من امراض جهاز المناعه موجوده. اوكي. قلت لي رح نجيب دكتور نفسي، بس انا بدي افهم منك لانك انت كيس بحد ذاتك، يعني اللي ما بيعرف نايري من عمرها سنتين انصابت بهذا المرض. صح. وبس يعني اللي بشوفك نايري الحمد لله، الحمد لله ما بيقول عنك انك لله. عندك اي شيء، لانك اول شيء عندك اراده كثير قويه، عندك وعي. شوفي اهم شيء لما واحد يكون مريض بهيك مرض يكون عنده وعي ويعرف كيف يعني يتعامل مع المرض، يتعايش معاه. يعني اهلي كمان ساعدوني، هذا ما بموت. صح. يعني هذا لا، بتعيشي معاه بس بدك تتعايشي معاه وتعرفي كيف، واهلك اكيد الاهل دائما لهم دور كبير فيه. فممكن هيك نعرف منك شو يعني مشاكل بتواجهها مع المجتمع،
مش مع نفسك ولا مع أهلك. بالضبط. هلا احنا بنواجه، يعني انا بدي احكي مش كشخص كنايري، انا بدي احكي كمرض بواجه مشكلة بالمجتمع. عندنا ثلاث تحديات، بدناش نحكي مشكلة، تحديات. اول شيء تحدي فردي، تحدي على مستوى الحكومة، تحدي على مستوى العلاجات. تحدي على مستوى الفردي زي ما قلت، انه مجرد ما الواحد يمرض سواء كان طفل او بالغ، البالغ اللي فوق 18 سنة بيجي له روماتويد ارثرايتس، اول شيء بودوا عند دكتور عظام وبس بفكروا انه احنا بدنا اشي انه الولد يطيب. لا، احنا في عنا اشي لازم نعرف انه في اشي اسمه دكتور امراض روماتيزم، في guidelines courses للعلاج، اوكي، في مراحل للعلاج. تاني اشي في علاج مرادف او مساند لإلها اللي هو علاج الفيزيائي والوظيفي. لما نحكي فيزيائي يعني فرضا هاي المفصل عندي اذا راح تسكر خلال سنة، معالج الفيزيائي مع علاجاته ممكن يأخر مدة تسكيرته. مثلا هلأ احنا هون بنشوف هاي شو الصورة؟ هاي الصورة هي ايدي، ايدك انت مفصلي، ايدي مفصل. بالضبط مفصلي هاي قبل 6 شهور انا غيرت اللي هذا الحكي عم نحكي عليها، كانت المفصل مسكر عندي فغيروا حطوا مفصل اصطناعي، هذا الابيض زياده عن اللزوم هو مفصل الاصطناعي. أوكي. فصار في حركه. هلا هون انا لازم اروح عند معالج فيزيائي حتى يعمل لي فول اكستنشن وفليكشن، بس اعمل عمليه واقعد مش راح يزبط ديالا. هذا الشغله مهمه لازم نعرفها. ومعالج الوظيفي برضه بيعلمني انا كيف اذا صار في عندي اعاقه بايدي ما راح تتزبط، بيعلمني كيف رح أقدر أستعمل إيدي أكل وأشرب وأقدر أمارس حياتي الطبيعية فيها. هذا على مستوى الفردي. على مستوى العلاجات، بصراحة احنا عندنا مشكلة كبيرة للعلاجات يا ديالا. احنا في عندنا مراحل للعلاج. مراحل العلاج يعني ببلش أول إشي بالنون استرويدز اللي هو الأدوية الغير الكورتيزون. يعني في عندنا 4 مراحل. آخر مرحلة اللي هي مكلفة جداً، ما قبل الأخير اللي هي مرحلة الكيماوي، احنا بناخد نفس أدوية أمراض السرطان، ناخد كيموثيرابي لكن أورال عن الفم. إذا ما استجاب الجسم بيحولوا للإبر، بنروح على مركز السرطان أو السكر بناخد الإبر. بحالة أن الجسم ما استجاب، يعني شوفي للأربع مراحل ما استجاب، آخر مرحلة اللي هي شيء اسمها البيولوجيكس. أنا I would say أطفال اليوم كتير محظوظين إنه في إشي اسمه بيولوجيكس، لكن بنفس يعني محظوظين أكتر مني. لو أنا يأتي كان في بيولوجيكس يمكن أنا عيني اليمين ما انعمت ومفاصلي ما تسكرت وكل هاي المشاكل ما صارت بحياتي كصحة. لكن نفس الوقت مش محظوظين. ليه؟ لأنه في الدواء لكن في امتناع من إعطاء الدواء. مثلاً الأدوية كانت زمان موجودة بخدمات الطبية الملكية ومستشفى جامعة الأردنية ومستشفى ملك عبدالله المؤسس بالإربد، بس هدول كانوا بمصاري. لا، هدول كانوا يعني بياخدوها فور فري. بياخدوها فور فري زي تبعون مرضى السرطان. بالضبط. لكن في مشكلة بالتحويلات كانت، يعني فرضا يا ديالا أنا كنت بتعالج عند دكتور إكس بالخدمات الطبية، خلصت عندي التأمين، إجت بدي أجدد، فجأة بيحولوني على مستشفى الجامعة الأردنية. طب الهيستوري، تاريخ المرض تبعي من دكتور لدكتور، حتى الدكاترة هم كانوا بتضايقوا. هاي نقطة. نقطة تانية إنه مستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة هاي الأدوية مش موجودة فيها. فزمان كان في شغلة إنه مثلا فرضا أنا أروح على مستشفى حكومة وعندي هذا المرض ولازم أخذ مرقة ال4 مراحل العلاج، ما استجاب جسمي، هلأ بدي أنحط على البيولوجي، أدوية البيولوجية. هون المستشفى مش موجودة عندها الحكومة، كان بيحول لي، بكتب لي ورق تحويل إنه أروح واحد من هالمستشفى، الجامعة الأردنية أو العبدالله المؤسس أو الخدمات الطبية الملكية. وهاي طبعا أخذناها يعني بإرادة ملكية من جلالة الملك وبشكر على هذا الشيء من سنتين من خلال الجمعية سوينا. لكن للأسف هاي السنة وزير الصحة أوقف هاي التحويلات بحجة أنه أنا مستشفيات الصحة كوادرها ممتازة. احنا ما بنحكي على كوادرها مش ممتازة، طبعا كوادرها ممتازة، لكن وقفت بحجة بحكي لك غالي كتير هاي الأدوية ما بنعطي. أنا هون بحكي شغلة، يعني للأسف احنا كشعب عربي دايما نظرتنا مقصورة لقدام. يعني أنا بدل ما أجي أحط هذا الطفل أعالجه بالبيولوجي، أنا هون بكون امتنعت من انه يصاب بالاعاقات. يعني هلا انا في صور كثيره، اذا فينا ليلى تحط اطفال اعاقات كيف اشكالهم صايره. العيون هاي مثلا، شوفي الرجلين، الرجلين في تقوس، يا ريت بس الشكل، الالم، الكاحل عند الطفل بقدر يشيل، شكل مزعج والم كمان، الالم شديد لانه الطفل لما يمشي الركب عنده بتورم وما في ضغط، الكاحل عنده ما بقدر يحمل جسمه، الورا الاوتار ورا الكاحل ما بقدر يحمل جسمه، اصابعه
بنتنه بصير بالتالي بصيروا هيك أصابعه زي أصابع رجلي ما بتقدر تلبس أحذية. فوزير الصحة وقف هاي الأدوية بحجة أنه غالي، لكن بعد 10 سنوات يا ديالا شوفي قدي رح يصير في عنا بيردن على الويلفير على وزارة التنمية الاجتماعية نتيجة الإعاقات اللي عم بزداد. الطفل لما ينصاب عينه بالعمى، لما الكلى عنده يوقف، لما الرئة عنده يوقف، لما القلب عنده يوقف بأمراض نتيجة سايد إفكت من الروماتويد أرثريتس، شوفي هو قدي بده يعاني. مثلا هذا الطفل عندك بيحكوله بيرد فيس، هذا الطفل ما عنده نمو بالحنك. هلا هذا لو يكبر عمره يصير 50 سنة رح نشوف الفك عنده نفس الحجم، مش رح يكبر الفك عنده، وكمان رح يصاب عنده الأسنان. فتخيلي يا ديالة انت كل هاي الديفورميتيز اللي عم بصير، شوفي الأسنان كيف عم بصير عند الطفل، بتشوه الأسنان كله. طبعا حاليا يعني احنا بنقول، ناس كتير بقولوا حاليا ما في هذا الحالات، لكن لا في ليه؟ في ناس كتير لسه اصلا مش عارفين شو هو الروماتويد ارثرايتس. عندك نسبه قديش المرض بالاردن؟ بدك تنصدمي لو احكي لك انه كنت عم هديك اليوم قاعده مع دكاتره بالخدمات، وانه نسبه اصابه الاطفال بالاردن للجيونال ايتيوباديك ارثرايتس 10 اضعاف اللوكيميا واربع اضعاف. بس ما اظنش في حدا بيعرف عنهم، يعني ما حدا بيعرف، لا وما حدا حابب يعرف. احكي لك صراحه ما حدا حابب يعرف. اذا النسبه عاليه كثير بده يكون في لها علاقه بالجو، لها علاقه شيء، لانه مش معقول. هو شوفي اللوكيميا بنعرف بالضبط السرطان، في اشياء كثير، عوامل صحيه، عوامل جويه، عوامل بيئيه، كلها بتاثر بتخلي الناس ينصابوا بالسرطان. بس هذا المرض يعني بده يكون اذا 10 اضعاف في 10 اضعاف اللوكيميا. هلا زي ما قلت لك المرض سببه مش معروف، خلل بجهاز المناعه، لكن الجو بيساعد. يعني انا لو عندي روماتويد، هلا انا قاعده تحت الاي سي، البروده بتشنج لي رقبتي العضلات لانه برد، بيساعد انه يوجع. لكن تخيلي 10 اضعاف اللوكيميا واربع اضعاف التليف الرئوي واربع اضعاف، يعني اكثر مرض موجود في الاردن. خلينا نقول كثير. هذا لسه على فكره، لسه هذا انا عم بحكي لك إحصاءات من الخدمات، يعني لسه ما أخذت المستشفيات، لسه ما أخذت مستشفيات الثانية، ما أخذت المستشفيات الخاصة، ما أخذت الأطباء الكلينيكات الخاصة. بين كل 100,000 طفل أردني في عندي 200 حالة من هاي الحالة، بس هذا اللي بيجوا على الخدمات يا ديالة. لسه أنا ما فيش إحصاءات. حاولت قبل 3 سنوات أعمل إحصاءات مع وزارة الصحة، وكان في تعاون كتير من منظمة الصحة العالمية WHO، ورحت 3-4 اجتماعات، لكن اتفاجأت انه كل اجتماع كان مندوب وزارة الصحة مش عم بيجي. بعدين اشكرا حكى على وشي انه سكري على الموضوع، ليش ما بعرف. لكن انا بقول اذا مش قادر اسكر، يعني اذا قادر اسكر الموضوع مع وزارة الصحة اكيد مش حقدر اسكر الموضوع مع المجتمع. وظيفتي انه اعمل اويرنس، اثقف الناس، احكي شو هذا المرض. كل ما ثقفنا الناس، كل ما واحد عرف عن المرض، كل ما صار عنده وقايه انه ما يصير عنده اعاقات اكثر من هيك. طب انت نتيجه هذا المرض اللي عانيتي فيه من طفولتك ولهلا شبابك، عملتي اسستي هاي الجمعيه، شو بتقدمي للناس اللي بيجوا عندك على الجمعيه من اللي عندهم نفس المرض؟ هلا اهم شيء في احنا بنقدم 3 اشياء. اهم شيء بنقدم للمجتمع public awareness، نطلع بنروح على انديه، على مدارس، على اي تجمعات نعمل محاضره توعويه. مثلا الشهر الجاي بنوفمبر عندنا بريس كونفرنس رح يكون بيوم الاثنين، رح نجيب دكاتره وصحفيين نحكي عن هذا المرض. فاول شيء نعمل توعيه للمجتمع. ثاني شيء اذا في مرضى ما عندهم تامينات او عندهم تامينات بمستشفيات مش قابلين يحاولوهم ولا يعطوهم الادويه، بيجوا بيقدموا طلب عندنا، بنعمل دراسه حاله. اذا فعلا هو ثبت انه حالته الماديه ما بيساعده، احنا بنعالج على حساب الجمعيه. طبعا كله بفواتير موثقه. عندنا حاليا 5 مرضى بنعالجهم على حساب الجمعيه. والمصاري اللي بتيجي للجمعيه من وين؟ يعني نعمل مثلا، نروح نعمل اكتيفيتيز زي ما عملنا مع هارلي ديفيدسون، نروح على مدارس، نروح مثلا في ناس بتبرعوا، بنعمل ايفنتس مختلفه، سبونسرشيبس بهاي الطريقه. يعني هو صعب كثير ديالة انه نجيب مصاري، خصوصا للاسف لما تروحي باي شركه بقول لك هذا السنه انا ما عملت فلوس. لكن الحمد لله الناس عندهم فلوس يسهروا، بس ما عندهم فلوس يعطوا لجمعيات. وعلما انه انا متطوعه، يعني 4 سنوات اسست الجمعيه وتطوع. وفي ناس كثير بيقولوا انه طب ليه عملت الجمعيه؟ لانه انا احكي لك ديالة، انا
صح تربيت بين أهلي كتير تقبلوني ولليوم متقبلين ولليوم بدعموني. يعني أنا ما بسوق سيارة، أي وقت لما بدي أروح أي مكان ماما بتوصلني لليوم، ما بتشتكي مع أنه عمرها 68 سنة وعندها. من وجهها تحية يا قاعدة برا بستناكي. عرفتي؟ لكن وصلت معي المرض مرحلة أنه المرض قوي، أقوى من البني آدم. أنا كنت بوظيفة كتير كويسة وكنت موعودة بوظيفة أكبر، بس المرض هدني بصراحة، فاضطريت أنه أستقيل من شغلي. لكن ما وقف إرادتي، كملت الماجستير، أسست الجمعية، ولهلأ عم بحاول أنه أقدم حالي بفرص أكتر لقدام. لكن أنا حست إذا أنا بين أسرة كتير متفهمة، وأنا كتير إنسانة عندي تحدي بحياتي، وربي كتير معطيني هالروح الحلو بحياتي، انتكست، فما الحال ناس التانيين شو عم بيصير فيهم؟ فعشان هيك فكرتهم لا لازم اعمل شيء للمجتمع، يعني giving back to the community، انه نعمل هذا الجمعية، نعمل awareness بالمجتمع. عندك نسبة المرض بصيب اطفال ستات رجال اكثر من هلا؟ شوفي الارثرايتس، هذا معلومة كتير مهمة، اللي الارثرايتس هي امبريلا اوكي لا أكثر من 100 نوع، بس لما نحكي احنا كلمة أرثرايتس هو هي عبارة عن التهابات المفاصل والعضلات والأوتار حوالين المفصل. في 100 نوع. هلأ الميت نوع هدول أكتر إشي دارج بالأردن اللي هي الروماتويد أرثرايتس، الجوفنايل اللي هي بيجي من عمر سنة لما 18، بعدين بعد 18 لما يجي بيحكوا له الروماتويد أرثرايتس، وببلش بين بالإيدين، بينما الأطفال الجوفنايل ببلش بالركبة بالمفاصل الكبيرة، بينما للكبار ببلش بالمفاصل الصغيرة. بعدين في عنا إشي اسمه أوسيو أرثرايتس، بيجوا عادة للناس فوق 55 سنة للكبار بالعمر، وستين وطالع. في عنا إشي اسمه لوبس اللي هي حمى الذؤابية، موجودة نسبة كبيرة بالأردن. في عنا أنكلوزينج سبوندلايتس اللي هو انحناء الظهر لقدام بيجي. هلأ مين النسب فيهم للنساء أكتر؟ الروماتويد أرثرايتس والجوفنال إيتيوباديك أرثرايتس. الأنكلوزينج سبوندلايتس الرجال فيهم أكتر، اللوبس الستات أكتر. هلأ ليه ما بعرف بصراحة، ليه ما بعرف، يمكن لما تستضيفي دكتور عادل وهادي مرة جاي ممكن تسألي له هذا السؤال. ففي 100 نوع، تخيلي احنا عم نحكي على 100 نوع كلها دارج عن امراض اسمها روماتيك فيفر اللي هي حمى الروماتيزمية، وكلها بصن يعني بيقدروا يميزوها عن بعضها. بيميزوها مثلا، احكي لك في عنا اشي اسمه السورياتيك ارثرايتس. سورياتيك ارثرايتس انه الواحد بيطلع له الصدفية فبركض بروح عند دكتور امراض جلدية، صح؟ هلا الامراض الجلدية اذا هو فهمان او اذا عنده ضمير دغري بيعرف بعد من التحاليل انه هذا مرض روماتيزم، بس اول اشي عم بطلع ببين على الجلد، ببين زي كانه صدفية بالضبط، فبحاول عنده دكتور روماتيزم. هلا دكتور الروماتيزم مع دكتور الجلدية لازم يكون في عندهم تنسيق بعلاج هذا المريض. لكن بغض النظر كيف بين وكيف بلش كيف ظهر على الشخص، at the end of the day كله بنصب على نفس الوعاء اللي هو بخرب المفصل، ببلش المفصل يشتغل وبيعمل محدودية بحركة طب. المفصل وبضرب بأعضاء تانية بالجسم. إذا طلعت عنده صدفية، الصدفية ما بتوجع. لا. فأنت قلتي إنه الأرثرايتس فيه وجع. بالضبط. فكيف بده يعني ممكن الشخص نفسه يعرف؟ هلا ممكن إيش يصير؟ هلا أنا سورياتك ما عندي بصراحة، بس أنا في كتير مرضى بسألهم إنه كيف حسيت، بقولوا لما كنا بنشد إيدينا مثلاً، هذا هي الإيد، لما كنا بنعمل هيك بنحس الجلد رح تتمزع، رح تتقطع، والعضلات والأوتار رح تتقطع. فروحنا على دكتور. هلا في منهم دكاتره عرفوا حولوهم على روماتولوجيست. هلا احيانا كمان في هي مرض بيعتبروها يعني في لها كذا مسميات اجتماعيه بسموها مرض الغدار، لانها ما بتعطي لك الاعراض من اول لحظه انه دغري مفصل بوجع، لا بتعطي لك مثلا احمرار. احيانا عند الاطفال بيعطي حساسيه جلد انه الطفل ببلش يحك ايده، بتحط عليه دواء، بتحطي تومه، بتحطي ما بعرف شو بالبيت بيعملوا الاهالي، عرفتي؟ يعني ما بنلومهم كمان، انه واحد ابنه بقطع حاله على ابنه. فيعني إلها ظهورات مختلفة، لكن لبين ما توصل تخرب المفصل تاخد وقت، ممكن في حسب الجسم، ممكن مفاصل أطفال يخربوا بسرعة، ممكن أطفال ما يخربوا بسرعة، بس لكن يخربوا هون المشكلة ديالة. يعني أنا مثلا لأنه أنا مرضت سنة 76 فما حدا عارف شو المرض، وقتها ما كان معروف كتير، عندي المفاصل تسكروا فاضطريت أغير ركبة، ركبة الثانية إيد، هلأ بدي أغير الكاحل، هلأ بدي أغير الرسغ، كله قطع غيار، بدي أطلع على الحراج يعني آخر اليوم. فإلها ظهورات مختلفة. بدي أسألك سؤال، بالنسبة لإيدك غيرتي مفصلها، كيف كانت قبل ما تغيري؟ كيف كانت حركة إيدك؟ أوكي، هلأ أنا ممكن أرجع على التلفزيون. هلأ إيدي اليمين أنا هذا أوريدي ما فيش فيها حركة، ثابت،
اوكي، هاي كمان بلشت نفس الشيء، فهاي انا لحقت عملت العمليه. لكن للاسف عندنا بالاردن يا ديالا العمليات الموجوده بس للركب وللحوض، يعني انا اضطريت عشان اعمل عمليه ايدي اجيب دكتور من برا من مايو كلينيك، اجى على الخدمات الطبيه وعمل لكم المرضى تانيين. فهي ما في هاي العمليات، حتى في عمليات لتغيير الكاحل للرسخ للاصابع نفسه. هاي الايد مثلا ما زبطت، قال لي الدكتور ما بقدر اعمل عمليه. ليه؟ لانه هاي الايد صارها 35 سنه، ففعليا كيف تتحرك هلا معك ايدك؟ هاي اللي مش اللي ما عم تتحرك خلص، بس هيك ثابته منظر هيك ابدا فوق تحت شيء. لا بس يعني الكتف عندي بتحرك بس. الاصابع حتى يعني اورجيك الشغله بدك يمكن تضحكي هلا، لانه عند الرسخ ما في حركه وماده الهلاميه دابت، فصارت مثل السكين او المنشار، فلما انا احرك الاصابع الاوتار بتروح تيجي عليها، فعندي وتر الاصبع هاي انقطعت منها، فالاصبع عندي هاي ما بتطلع فوق ضل هيك تحت. هلا ممكن هدول كمان ينقطعوا، عرفتي؟ طب ما لو بتعملي تمارين ما له دخل، لانه هون صارت مثل السكين منشار، لما تجيبي انت خيط على السكين رايح جاي رايح جاي تنقطع خلص. فعرفتي هيك بصير مع الواحد. هلا هذا مثلا ما زبطت، ليه؟ لانه العضلات فيها شبه ميتة. هاي اليمين بالضبط، بس 35 سنه مسكره. يعني هم ما بيجي اي واحد بقول لك يلا تعالي بدي اعمل لك العمليه، اللي قال لك يلا بده يعرف تعالي التاريخ تبعك، بده يعرف التاريخ، لازم يعمل قبل العمليه وبعد العمليه فيزيوثيرابي قبل العمليه عشان ما شاء الله صرت تحركيها. تتذكري كيف كنت اول مقابله مع نايري؟ لان نايري قاعده هيك زي القاعده بمتحف الشمع ما بتتحرك. شو يعني بيل كلينتون هذول احسن مني بمتحف الشمع قاعدين؟ لا حقيقه يعني شوفي قديش الحمد لله التحسن. الحمد لله يا رب، الحمد لله نشكر الله، يعني يا رب الله ما يعطي لحدا اي مرض حتى لو في له علاج ربنا ما يعطي، لكن هذا امتحان من ربنا at the end of the day. فزي ما قلت لازم قبل وبعد يكون في فيزيوثيرابي، وعلى طول الفيزيوثيرابي على طول، ولازم تقويه العضل. يعني احنا لما يجي حسام فخوري الحلقه اللي بعده راح يحكي لنا كيف انه واحد لازم يعمل فيزيوثيرابي لهي المفاصل. يعني بس انه بتعالج الواحد هي، يعني عم نوصل لمراحل انه في منه علاج. اذا في احكي لك، اذا في مصاري، اذا في مصاري اوكي. يعني اقول لك شغله بدك تنصدمي، هاي القطعه البيضة اللي هلا شفناها زي انا بسميها مفتاح برميل الغاز، لانه نفس شكل مفتاح برميل الغاز، هاي القطعه حقها لحالها 25000 دينار. أوف. القطعه اقامه مستشفى أجر الدكتور إلى آخره. يعني هلأ أنا بدي أسافر على ألمانيا حتى أعمل عملية لكاحل، قد بده يكلف لي الكاحل الواحد؟ 100000 دينار. 100000 كم بدي أغير كاحلين؟ بدي أغير رسخين. قديش في ناس قادرين؟ يعني قديش نسبة الناس اللي قادرة تطلع بالزبط تغير هالإشي؟ وبعدين احنا متواصل، يعني بنتقل من منطقة لمنطقة سيماتريك. يعني مثلا اللي بيجي عند الاطفال بيكون سيماتريك، الايد اليمين خربت بعدها بفتره الايد الشمال على طول، الرجل اليمين بعدها بفتره. بس ممكن يضلوا ايد اليمين وايد الشمال ما ينزلش لتحت ولا لا؟ لا بنتقل، بده يتنقل. في ثلاث انواع. أي. في ثلاث انواع اللي هي متعدده المفاصل، احادي المفاصل والسيماتريك. سيماتريك هو اصعب شيء ديالها لانه تضرب كل جهاز. يعني اقول لك في حالات انا للاسف كنت حابه اصورهم بس ما قبلوا استحوا، في بنات عمرهم 35 سنه طولهم هالقد متر، ما بصير في عندهم نمو، اللي يعني في نوع السيماتريك ديزيز ارثرايتس، الطفل ما بصير عنده نمو، بوصل خلينا نحكي انا اجت لي المرض على سن 15 السيماتريك ارثرايتس، انا على سن ال 15 نموي بتوقف، فبكبر انا راسي بتكبر، اعضائي التناسليه عادي بتنمو، بس جسمي وايدي كله بضل شكل طفل. يعني كتير مؤذي بيكون المنظر، وفي عندنا كتير حالات. لكن ثقافة المجتمع، ثقافة العيب، لهلأ احنا بنعاني كتير من المرضى. يعني لما بقولهم تعالوا نطلع على التلفزيون، لا بستحي ما حدا يشوفني، او الام بتقول لا انا ما بدي ابني يجي يطلع على التلفزيون، عرفتي؟ ممكن انه اخوانه ما يتجوزوا، لسه عندنا هاي الثقافة دارجة. واو. نايري يعني نشكرك على انه انت عم بتوعي الناس، توعي الاهل، ان شاء الله ما حدا يكون في عنده اي مريض بيعاني من هذا المرض، مرض التهاب المفاصل الرثياني، وزي ما قلتي في منه 100 نوع، فالواحد يكون شوي واعي ليعرف يميز على القليل الاهل بالمراحل الاولى. ونحن معكم ابتداء من يوم الاربعاء رح نبلش حمله توعيه ونستضيف فيها كل الاشخاص المعنيين بهذا المرض. شكرا لك نايري ماركر. شكرا لك ديالا.